بكرة يوم مهم بالنسبة إلي ساندرا، بس بدي بكرة يمر بخير وسلام لحتى خريطة الأبراج تبعهم تتغير، ومرة تانية كمان، مرة تانية أنا اللي رح فوز على الكل ورح تنقلب توقعات الحكيم ورح يصير اللي بدي إياه أنا وما حدا غيري، وبهالطريقة ما رح يشكلوا القوة اللي رح تدمرني لو شو ما صار يصير. وزواجهم يلي رح يصير بكرة ساندرا، قصدي ما رح خلي يصير. بس أختي لسه اليوم ما مرق كله، ما رح يمر ساندرا، اليوم رح يمر وهالليلة رح تمر، وبالضبط مثل ما بدي ومثل ما بحب يصير. أنا ما رح خلي أي شي يصير وأضطر عاني بسببه. اتحاد أمار وديفيا الأغبياء لا يمكن يصير. أنا رح أتأكد إنه أمار ما يكون هون طول النهار بكرة، والشي الأهم إنك لازم تتأكدي من شي، إنه راجيف ما يقدر يلتقي بديفيا. هيك لكان سندورة بتعرف إنه لما أمار وديفيا يجتمعوا مع بعض مشاكلها رح تزيد، معناتها لازم تكون جاهز لحتى أتحداها وزوج أمار وديفيا بكرة وبأي تمن. لازم زوجهم. ما في داعي تلحقيني ساندرا، روحي شوفي وين راجيف. راجيف انت شو عم تعمل هون؟ انت كنت بغرفة اختي؟ يعني كنت عم تتنصت علينا؟